كابتن أسامة، ألف مبروك الفوز، ولكن الأداء مش هو ده اللي احنا كنا منتظرين. ما فيش شك طبعا، مبروك لجماهير النادي الأهلي والجهاز الفني، والاثنين او الثلاث نقط مهمين جدا طبعا في سباق الدوري العام، لكن الأداء أقل من المتوقع، أقل من مباريات كتيرة النادي الأهلي يمكن يتعادل فيها. يعني لما تيجي تتكلم على مباراة دجلة، لما تيجي تتكلم على مباراة فيتا كلاب، فيتا كلاب الأخيرة أنت ضيعت يعني 10 فرص محققين على الأقل، وبتوصل بزيادة عددية، فرص كتيرة على المرمى، ومع ذلك خرجت متعادل. يعني الكرة فيها توفيق، ده ما فيش شك في كده. النهاردة الأداء أقل، خاصة في الشوط الأولاني. يعني الشوط الثاني يمكن بقت الحماسة عند لعيبة النادي الأهلي إن هي عايزة تاخد الثلاث نقط بقت أكتر شوية. التغييرة اللي حصلت بخروج حسين الشحات ونزول مروان، صحيح أنت استمرت على الكور الطويلة، بس وجود مروان وجنبه شريف بقت واحد بيسند وبياخد، الثاني بياخد الكرة الثانية، فعملت قلق شوية مع تراجع بدني ومن الجهد اللي عمله لعيبة الإسماعيلي. فابتديت تسيطر شوية في نص الملعب وابتديت تبقى أحسن، لكن كان الغريب شوية إنه قفشة يروح ناحية اليمين وبتلعب بمروان وشريف في الأمام في العمق، وأجايه كمان بيخش للعمق. مظبوط، بقينا أربعة بنتكتل في المنطقة اللي جوه والأطراف مش شغالة خالص. بالظبط، يعني بيكم احنا قلنا بظروف لعبه انه مش باك طرف، يعني حتى لما بيلعب على اليمين بيبقى احسن طبعا، ولكن مش اللي هو عنده الانطلاقات ان يطلع لك على الخطوط ويلعب كرات عرضيه او يخش للعمق. هو حاول واجتهد وادى الدور اللي عليه كوقفه، لكن الاطراف كلها مش ما فيهاش شغل كتير، خاصه قلت لك انه هو كمان قفشه لعب ناحيه اليمين، فقفشه بطبيعه لعبه اولا ما بيعرفش يلعب ناحيه اليمين قوي وبيخش للعمق. لكن الشكل العام بقيت انت الاخطر، بقيت انت اللي بتعمل. يعني جالك كام كورنر، جالك فاولات على ال18. الاسماعيلي الشوط الثاني ملوش اي خطوره ناحيه محمد الشناوي، حصل تراجع. كانوا الشوط الاولاني بيضغطوا جامد جدا، كانوا ملخبطين فرقه الاهلي بالضغط الكبير والعالي في كل اتجاه في الملعب او في كل منطقه في مناطق الملعب، قدامه في النص وورا، قلنا دي كانت فرقه كتير. طبعا الحمد لله ان ضربه الجزاء دي جت في الدقيقه 72، ادت افضليه للنادي الاهلي. يعني احنا قبل ضربه الجزاء ما تحسش برضو بالخطوره الكبيره او انت يعني عامل حاجه كبيره، لكن شريف بسرعته توقع، وطبعا خطا من محمد مجدي انه بعدم خبره. عدم خبره طبعا، طبعا اتصرف تصرف، لان شريف بيطلع بالكره في اتجاه اللي بره، يعني حتى لو هو وقف او نامه ما لمس، لكن هو خد رجله. فده الدقيقه 72 لما جت ضربه الجزاء ابتدت الامور تتحسن شويه، ابتدينا نسيطر على وسط الملعب شويه، ولكن يعني نتمنى الاداء يبقى افضل من كده، وان شاء الله يعني المباريات اللي جايه الاداء يتحسن، وخاصه في مباراه فيتا كلاب. لكن انا بقول انه الثلاث نقط مهمين جدا في سباق الدوري العام، حتى لو الاداء ما كانش على ما يرام، يعني ده اهم حاجه يعني. صحيح.